أعزائي المشاهدين، أحييكم بتحيات الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أمرة الخير. في الحقيقة احنا لسه مكملين في سلسلة أسرار السعادة، وهقول لكم كده قصة بسيطة عن سر سعادة حلقة النهاردة. كان في عالم اسمه روبرت كينزي، كان عنده 63 سنة، عمل كده زي جهاز صغير فيه كاميرات بتشوف الإشعاع الحراري اللي بيطلع من جسم الإنسان. فالتجربة علشان تتم لازم تتم على عدد كبير من الناس، فجاب 50,000 واحد من دول أوروبا، 50,000 واحد، يعمل فيهم إيه؟ يحطهم قدام كاميرات معينة ويشوف الهالات اللي محيطة بجسمهم شكلها عامل إزاي. بالمناسبة هو الهالة دي بتبقى 7 هالات حوالين جسم الإنسان، أولهم يعني أول لون هالة فيهم هي بتبقى اللون الأحمر. فلقى بعد فترة إن الهالات دي غير منتظمة في أجسامهم كلها حتى هو. فبالصدفة ومن أقدار الله عز وجل جاله واحد نيجيري، لقى اللي هو الإنسان الوحيد اللي هالته منتظمة ما بتتغيرش. فقعد يسأله أنت بتعمل إيه؟ قال له أنا كل اللي بعمله وتعلمته من والدي، إحنا الاتنين مسلمين بنتوضى، لو وضوءنا فسد نتوضى تاني. فقال له يعني أنا لو عملت ده الهالة بتاعتي هتنتظم؟ قال له والله أنا معرفش، جرب وشوف. المهم جرب على نفسه ولقى أن الهالة بتاعته انتظمت مع إنه غير مسلم. فقال لأ، التجربة ما ينفعش على اتنين، لازم التجربة علشان تقول التجربة دي نجحت لازم تبقى على عدد كبير في وقت كبير في تكرار كتير. فجاب 37 واحد من المركز بتوعه وعمل عليهم نفس التجربة، مع انهم غير مسلمين لقى الهالة بتاعتهم انتظمت جدا، بل كمان اللي حالتهم النفسية استقرت جدا وبقى عندهم ثبات وقوة وبقوا يعني اتغيروا خالص. ففي الآخر روبرت كينزي أعلن إسلامه، آمن بالله عز وجل، عرف إن ثباته وراحته في الدنيا وفي الآخرة هو الإسلام، هو معية ربنا عز وجل. إذا كان الوضوء بيعمل كده في النفس، أما بالصلاة هتعمل إيه؟ أركان الإسلام كلها هتعمل إيه؟ لما أروح له هيرحمني إزاي؟ كان عنده 63 سنة في الوقت ده، حافظ القرآن وهو عنده 67 سنة، وسمى الجهاز ده هو مقياس الإيمان. فالنهاردة هنكلمكم عن الوضوء، وهي سر كبير من أسرار السعادة، مع شيخنا الجليل الشيخ أحمد الجهيني من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك. أهلا بحضرتك. المشاهدين، ربنا يكرمك. ربنا يبارك فيك. إحنا دايما بنقول إحنا رايحين نتوضى. نعم. عايزين نعرف يعني ايه كلمة وضوء. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الوضوء من حيث اللغة معناها في اللغة من الوضاء، ما شاء الله، من الجمال، من النظافة، فهي تدل على حسن المظهر وعلى النظافة وعلى البهاء وعلى الجمال وعلى كل هذه المعاني الجميلة. وفي الاصطلاح هي غسل أعضاء مخصوصة بنية التطهر، ده معنى كلمة الوضوء من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. دايما زمان كانوا بيقولوا أنت إنسان وضاء، يعني إنسان مشرق وشكلك جميل. وفعلا أستاذة ميرا، فعلا من يحافظ على الوضوء نجد أن الله سبحانه وتعالى يجعل في وجهه نظرة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يعني من صفات المؤمن أنه يحافظ على وضوئه. ويمكن لما نتكلم عن إمتى يستحب الوضوء وإمتى يبقى واجب، لو تسمحي لي أقوله بالمرة، تفضل. إمتى الوضوء يكون واجب؟ الوضوء يكون واجب عند الصلاة، عند الطواف حول الكعبة، وقيل عند مس المصحف عند البعض. امتى الوضوء مستحب بقى؟ في كل ما عدا ذلك، عند قراءة القرآن يكون مستحبا،
عند قبل النوم يكون مستحبا، عند الخروج من المنزل يكون مستحبا. يا ريت نطبق السنة الوضوء، ان انت وانت خارج اتوضى. طيب يعني خليني اقول لحضرتك السؤال اللي بيسأله معظم الشباب. تمام. انا كده كده يعني بيستحم الانسان، طب انا كده ما انا غسلت كل جسمي، كل اعضاء جسمي اتغسلت، ليه انا اتوضى بعد الاستحمام؟ جميل قوي، سؤال رائع. هنا احنا عايزين نقول ايه؟ النية. النية عند الفقهاء، يعني العلامة ابن رجب الحنبلي في كتاب كده اسمه جامع العلوم والحكم كان بيتكلم في شرح حديث انما الاعمال بالنيات، فبيقول النية عند الفقهاء ليها معنيين، معنى تمييز العبادة عن العادة. وضرب مثال بالغسل بقى، حضرتك فكرتيني اول ما قلت الغسل، فقال ايه؟ قال واحد بيغتسل بنية التنظف ده عادة، واحد بيغتسل بنية ازالة الحدث ده عبادة. فانت بتغتسل دلوقتي بتروق نفسك وحران فبس مفيش نية؟ لا، ان صحح النية ان هو يجعل الوضوء داخل هذا الغسل خلاص ما يتوضاش. طب خد الحديث، كان النبي لا يتوضأ بعد الغسل، كان النبي لا يتوضأ بعد الغسل، بس كان يتوضأ قبل الغسل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل الغسل كان يتوضأ وبعد كده يغتسل. انا بقول كده ليه؟ طب واحد ممكن يقول انا اغتسل بس، ماشي، هو ده سنة، يعني مستحب ان يتوضأ المرء قبل الغسل، لكن اذا اغتسلت فقط لابد وان تدرك فرائض الوضوء. صحيح، لابد ان تدرك فرائض الوضوء. طيب قبل ما نخش بقى في فرائض الوضوء، الوضوء ده بنسميه كده سنة المحبين. نعم. انا رايح لحبيبي المولى عز وجل وانا عايز ابقى يعني رايح لحبيبي كده وانا متطهر من الذنوب، فمن حب ربنا عز وجل لينا خلانا رايحين له متطهرين من الذنوب كلها، فعايزين حضرتك تكلمنا ازاي بنروح له وقد غفر لنا. الله. طيب بص اقول لحضرتك بحاجه، اول حاجه لازم نعرف ان الوضوء ده هو سبب لمحبه الله عز وجل. الوضوء سبب من اسباب محبه الله عز وجل. قال تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كمان الوضوء ده علامه مميزه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم. كده حضرتك هتقولي الحاجات اللي بعد كده. ما انا هقول بقى، انت عايزه تقولي الوضوء بقى محبة الله. طيب كده حضرتك مأخرة شوية. لا مأخرة. طيب. ماشي. يبقى احنا في المحبة فقط دلوقتي. هو ماشي. محبة وازاي بقى بيروح له كده متطهر من الذنوب. متطهر جوارح ومتطهر قلب. والله الإسلام ده جميل قوي. عظيم. صحيح. قوي. نجد ان هو بيهتم بالنظافة الظاهرية والداخلية. صحيح. الاثنين لن تجد، يعني هو الإسلام فيه الجمال ده. صحيح. يعني سبحان الله النبي بيقول. صحيح. عن الصلاة. صحيح. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه المرء 5 مرات في اليوم والليلة هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ قال كذلك الصلوات الخمس ينقي له بهن إيه؟ الذنوب والخطايا. ده الإيه؟ المعنوي. طب والحس؟ ما انت بتتوضى 5 مرات. صحيح. هل يبقى من ضرنك هيفضل؟ لا، ده بالعكس، ده كمان والله. وحضرتك ما شاء الله ذكرت المعلومه الجميله في الاعجاز العلمي، ده شيء جميل، لكن احنا كمان نشعر في الانسان الذي يحافظ على الوضوء ده في راحه نفسيه، يعني من ينظر اليه يعني بيستريح نفسيا، يجد في راحه الايمان، نظره الايمان. مع كثرة الوضوء بتطبع في القلب حاجة بتخلي فيه طهارة للنفس، يعني بتطبع في القلب طهارة النفس. مش هي طهارة ظاهرية؟ صحيح. لا، ده بتعمل طهارة داخلية. صحيح. بتعمل تخلية للقلب نفسه. صحيح. واحد يقول له ازاي؟ طب انا بغسل. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الوضوء ده، وهنتكلم يعني مش عايز حاجه، لكن هو بيكفر الذنوب. صحيح. وبيرفع الدرجات. طيب يبقى هو بيعمل لك تخليه من الذنوب. صحيح. يعني انت بتتوضى، بس طبعا مهم النيه والتعبد، انت ربنا يكفر عنك
ذنوبك وخطاياك يمحو عنك الخطايا. عايزين بقى حضرتك تقول لنا، كنت قلت لي حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لنا بقى ازاي واحنا بنغتسل والذنوب بتنزل. بنتوضى. نتوضى. اولا عايزين نقول ايه؟ التسميه. في ناس كتير بتنسى التسميه عند الوضوء. بسم الله. بسم الله. الله. وبسم الله دي فيها اسرار كبيره قوي ربانيه والله. بسم الله عند الاكل، عند الوضوء، عند الشرب، عند اللبس، عند الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله. صحيح. عند النوم بسم الله، بسمك اللهم اموت واحيا. بسم الله دي يعني بتحفظ الانسان، وربنا بيجعل الانسان في حصن منيع. صحيح. بسم الله. يبقى هنا لا وضوء لمن يسمي الله عز وجل، طبعا معناها لا وضوء كامل الاجر، مش معناها ان وضوءه. طيب وهنا نقول ايه؟ يبقى النيه نقول بسم الله، يبقى بدانا ببركه بسم الله، احطنا الوضوء ببركه بسم الله عز وجل. طيب احنا نقول ايه؟ بنغسل ايدينا، صح كده؟ نعمه ربنا. وهنذكر الحديث ده ازاي ان الذنوب بتخرج من بين اظافر الانسان. النبي بيعلمنا الانسان يعني لما بتغسل ايدك تخيل ان ذنوبك تتساقط. صحيح. عندما تغسل وجهك ذنوبك تتساقط، فمك المضمضه ذنوبك تتساقط. اي نعمه واي فضل. طيب هنيجي بقى نعلم الناس الوضوء. احنا بنتكلم في الوضوء كده ولا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالفرائض. طيب. يعني طيب يبقى اول حاجه النيه. النيه دي مهمه جدا، مساله الايه؟ التعبد. يعني مش واحد يجي يغسل وشه ولا يعمل كده وبعد كده يفتكر النيه. عبادة. لازم يعيد من اول. مش كده؟ لا ما يعيدش، يجددها يصححها. يعني ما اصل هي النيه يا استاذ اميره مش بالتلفظ، مش لازم اقول انا نويت، لا، مجرد هو رايح يتوضى، ما هي دي نيه. زي اللي هيصوم، زي اللي وانا جبت السحور، انا جبت السحور عشان اصوم، فالنيه موجوده. صحيح. فالنيه محلها القلب ولا يتلفظ بها. يعني مش لازم يقول انا نويت، لا، ما فيش الكلام ده. تمام. هو ايه؟ مجرد النيه ايه؟ موجوده. تمام كده. تمام. وبعد اول كده حاجه النيه. النيه بعد كده بسم الله. وبعد كده بسم الله. الله. طيب واحد يقول لي طب انا في الحمام برضو، انا عايز للامانه برضو نخترق الحاجات اللي ربما قليل من الناس اللي كانت فيها. حماماتنا النهارده مش هي الخلاء بتاع زمان. يعني الحمامات النهارده يعني النجاسه ممكن تبقى في وقت قليل، اللي بيدوس شطاف ولا سفون خلاص ما بقاش في نجاسه. هو بس في ذهن الناس اللي هو ده الحمام مكان شياطين. برضو ومكان نجاسة. الكلام ده برضو في مبالغة. خلي بالنا، انا بقول اعوذ بالله من الخبث خالص وانا داخل ما بقاش في شياطين. برضو الناس يعني احنا واحنا صغيرين صور لنا الامر على ان هو بيت الرعب. ايوه صحيح. وناس كتير بتخاف. لا، الموضوع ما هوش كده يا اخوان. لا. يعني يجوز اللي هو يقول بسم الله. ما انا بقى عايز اوضح. الحمام من حمامات السيراميك ونظيفه وطاهره وما فيش نجاسه. وكمان بيبقى الوضوء بيبقى كمان متجنب، ما بيبقاش في جنب القعده، لا بيبقى متجنب. فلا شيء ان يسمي الله عز وجل. صحيح. طبعا بيتاكد ان ما فيش نجاسه. تمام كده. يعني القعده بتكون شادد سفونك والدنيا مظبوطه، وايه بتتوضا وتسمي ايه؟ تسمي الله سبحانه وتعالى. إن كان خايف خلاص يسمي في سر. يعني بس يحرك الشفتين. ليه تحريك الشفتين؟ لأن من لم يحرك الشفتين فهذا ليس بكلام، يبقى حديث نفس. لو يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يبقى لابد أن يتلفظ بالكلمة عشان تبقى إيه؟ عشان تحسب كلمة. يبقى هو قال إيه؟ بسم الله. بسم الله. الوضوء بقى. طبعا غسل اليد أول حاجة. الله عز وجل يا الذين اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. صحيح. الى اخر الايه. طيب غسل اليد، الذنوب بتتساقط، تخليل الايه؟ تخليل الاصابع. ده يدل على ايه؟ على الاهتمام. كان وحتى الان الفلاحين وحبايبنا وابائنا بيشتغلوا في الارض، فممكن يبقى فيه هنا تراب، فيه طينه، فيه عرق، لا، انت دلوقتي بتتطهر لمقابله الملك جل جلاله. صحيح. ونعم. يبقى لابد من الاهتمام. ما ينفعش ان احنا نتكاسل وايه ولا
يغسل. طيب واحنا برضو بنغسل يا استاذة اميرة المية ما تكونش كبيرة، ما تكونش قوية، ما تكونش زايدة، بنقتصد في الماء على بنقتصد في الماء. الاقتصاد مهم جدا عشان صحيح. الاسراف في الماء لا يجوز شرعا. صحيح. تمام كده. يبقى احنا بنفتح المية بسيطة. يعني انا قرأت حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد، ده المد يتوضأ بمشوط مية كده. أيوة. وضوء كامل. طيب يبقى هنا قلنا بنغسل ايدينا ونخلي الاصابع والتسليس سنه ثلاث مرات سنه. حضرتك قلت لنا في الصلاه في التسبيح واحده فريضه وثلاثه سنه بنفس الموضوع. احسنتي. يبقى مره واحده تجزئ والايه والتسليس سنه. تمام. يعني احنا نعمل ايه ثلاث مرات سنه بس بالله عليكم محدش يزيد في الماء. والتسليس ده اعتقد كان من صفات الانبياء. احسنتي. طبعا هو التسليس ده بدايه الكسره، بدايه حد الكسره. صحيح. يبقى احنا اكثرنا من الطهاره ولم نسرف، ما زودناش قوي وما اسرفناش. تمام. طيب وبرده من الشيء بشيء اذكر مساله الايه، بعض واحد يكون متوضي فيتوضي يقول لك نور على نور، لا انت اسرفت. لا لو ما فيش صلاه جديده وانت متوضي لا اسراف. يعني انا مثلا ايه الدور فاضل عليه مثلا ربع ساعه ولا 10 دقائق ولا نص ساعه، اتوضيت وجيت مثلا انا متوضي وال10 دقائق الظهر اذن، اقول له اروح اتوضى نور على نور، لا انت كده اسرفت في الماء. لا حاجه للوضوء، انت متوضي والوقت قريب، يعني مش عايز تخش الحمام، ما فيش سبب او داعي انك ايه تجدد وضوءك. وبرضه من اصل الموضوع ده مهم جدا، احنا هناخد بقى نواقض الوضوء بعد ما نقول للناس الوضوء كله ان شاء الله. يعني ممكن برضه استاذ من المفاهيم الخاطئه ايه، ان واحد نقض وضوء مثلا وهنقول نواقض بعد كده، لكن ايه مثلا هو بعض الناس تظن ان لازم يدخل الايه الحمام، فاكر ان ايه اساسي عشان اصلي لازم يقول لك انا مش عايز ما تخشش. دي حقيقة. ويمكن مرة في صلاة العشاء كنت في رمضان، فواحدة جت قالت للناس انتوا ما ينفعش تيجوا كده وتقعدوا، لازم تخشوا، معرفش اللفظ صح ولا لا، الاستنجاء وبعد كده ترجعوا تتوضوا وبعد كده ترجعوا تصلوا. نعم. فهم عندهم الموضوع في ناس كتير فعلا عندها هذا الفهم الخاطئ. وطبعا يا اخوانا الاستنجاء ده عند الحاجة إليه. عند الحاجة إليه. إنما إيه الشرط؟ الوضوء. صحيح. الوضوء هو الشرط، انما الاستنجاء ليس شرط. طيب نرجع بقى الناس تاني. ماشي. ماشي. للغسل الايه؟ بس انا بس عايزه اقول حاجه، هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستاك بالسواك الاول. بيستاك قالوا عند المضمضه. عند المضمضه؟ عند المضمضه كمان. يعني ممكن استاك قبل، وفي اللي قال عند المضمضه، لما يجي مضمض استاك عشان الميه تبقى مع الايه؟ مع السواك. هل ده ممكن نعوضه بالمعجون عشان الناس اللي ما عندهاش سواك؟ المعجون يبقى قبل الماشي، يبقى قبل الوضوء خالص. بس المعجون هنا هياخد معنى النظافه مش العباده. السواك هنا اللي هياخد معنى العباده، لان النبي ايه يعني كان يحب السواك. احنا بنتكلم على المتاح في النهايه، يعني مفيش مشكله، بس احنا بنتكلم على التعبد يكون بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. اعمل انت بالمعجون قبل الوضوء خالص، مفيش مشكلة، لكن السواك ما أيسره وما أسهله. حتى لو هو واحد بيحب المعجون مفيش مشكلة، يعني وأسنانه ما بتنضفش غير مفيش مشكلة، اعمل المعجون قبل الوضوء، بس خلي معاك سواك برضو عند المضمضة تاخد ثواب السنة. طيب يبقى هو كده بدأ حللناها كده؟ تمام. نية، بسم الله. أيوة. ابتدى يغسل إيده ويخلي ما بين إيده الماء. ومعلش برضو افتكرت حاجة، معلش ساعديني. بسم الله، مش بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، مش بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الناس احنا طبعا ايه اتفقنا قبل كده ان العبادات محلها التوقيف. يعني نتوقف على ما جاء في النص من الكتاب او السنه. صحيح. لا نزيد ولا نقص. بسم الله الرحمن الرحيم كانت في ايه؟ في قراءه القران. يعني الاكل بسم الله، يا غلام سم الله وكل بيمينك، وكل عند الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة، عند النوم بسم الله، عند اللبس بسم الله، عند يبقى هنا ايه الوضوء بسم الله. بسم الله. فلا نزيد الرحمن الرحيم. انا بقول كده لان مره عبد الله بن عمر لقى واحد عطس فقال الحمد لله رب العالمين، قال له ويحك
كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس المرء منا قال الحمد لله فقط، فمن أين أتيت برب العالمين؟ شوف شدة التوقف على ما جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب احنا ايه غسلنا ايدينا تمام كده، هنخش على الايه على المضمضة تمام كده. خدي بقى الحديث ده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمضمض يمضمض ويستنشق بايه في دفعة واحدة الاثنين مع بعض. شوفوا الاقتصاد في الماء وبرضو الوقت ما بيطولش كده، هو كده يشرب شوية والباقي يستنشق بيه. يعني دي كثير من الناس ربما يعني لا يعلمها. يبقى اللي عايز يعمل مرة فيش مشكلة، وطبعا التسليس سنة. أيوه. ايضا في المضمضة والاستنشاق او والاستنصار بعدها سنة ثلاث مرات. بس هي يعني انا خلاص خدت عليه، انا بس عاملها من زمان فممكن الناس تجد صعوبة. صحيح. يقول لك اعمل ازاي؟ مفيش مشكلة، مش هتعرف تعملها. صحيح. ما تعملهاش، احنا ما كناش بنعرف نعملها انما لما تعودنا، لانها الامر ايه سهل جدا يعني. طيب في المضمضة بقى المفروض اللي هو يعني اللي انا اعرفه اللي هو لازم يوج المية في بقه، بس مش هيتخانق يعني. يعني هو طبعا المضمضة كويسة وهو صائم ورمضان هو ما شاء الله يعني كل سنه. صحيح. وكل مسلم طيب وكل اهل مصر والناس بخير. ان ايه ان احنا في رمضان في ناس بتبالغ في المضمضه، لا في وانت صائم، صائم في رمضان وغير رمضان ما في صيام تطوع. صحيح. لا تبالغ يعني، بعض الناس يجيب الميه ويرفع راسه لفوق يا عم انت صائم، ما ممكن لا تامن ان يدخل بعض الماء، ما تقوليش بقى ما فيش لا ما انت لا تبالغ في المضمضه. يعني في رمضان جائز له اللي هو يتمضمض مضمضه خفيفه ويستنشق ويستنثر خفيف. نعم. استنشاق وسنثر برضو لا يستنشق بقوه خفيف. نعم. يبقى هنا المساله وهو صام لا يبالغ، لكن في غير الصيام لا، مضمض بما تراه يعني ادى الحاجه. أدى الإيه الحاجة، لأن فعلا المضمضة عظيمة جدا، لأن الأكل خمس مرات بشو لما نتوضى خمس مرات، في ناس كمان بتوضى أكتر قيام نيل، فما البق هيبقى نظيف، ريحة الفم هتبقى نظيفة. عايزين بقى حضرتك تقول لنا المضمضة دي مفروض تكون نيتنا إيه وإحنا بنمضمض بقنا كده؟ طبعا إحنا عارفين إن النبي علمنا صلى الله عليه وسلم إن الواحد سبحان الله بتتساقط ذنوبه من تحت أظفاره. الوضوء مكفر للذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على شيء يمحو الله به الخطايا ويرفعكم بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره الوقت ده الشتاء ده، وكثرة الخطى للمساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. تخيلوا يعني يمحو الخطايا ويرفعك درجات عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هنا وانت بتتمضمض يعني خد الاحساس ده ان انت بتنزل كل مشاكل والبلاوي اللي انت اخطأت بيها، كذبت مرة، يعني اتكلمت فيما جرحت حد، اغتبت حد، يعني النميمة والغيبة. النميمة والغيبة، يبقى طهارة الايه الفم. صحيح. وما أدراك من اللسان. صحيح. وما يعني أنا كل ما أقف عند كلمة سيدنا أبي بكر الصديق وأنا والله بتعجب، يعني سيدنا أبو بكر لما ما أمسك بلساني وأقول هذا الذي أوردني الموارد، ده اللي وداني في ده، ده الذي أوردني المهالي. صح. صحيح. إن كان أبو بكر الصديق بيقول كده، طب احنا نقول ايه؟ صح. اعتقد نقطعه ونستريح ونريح دماغنا خالص يعني، ده حاجه او نكفه يا ريت نستطيع يعني. النبي قال في الحديث الجميل قوي اللي انا بقول احنا لو عملنا بجمله واحده الامه والله كلنا هنستريح. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم فليكرم ضيفة. صحيح. وفي رواية فليصل رحمة، فليقل خيرا أو ليصمت.
يبقى هنا شوف عظمه بقى الذنوب لما ربنا بتنزل. يغفرها لك. يبقى هنا ايدك برضو في ناس ايديها برضو طويله اللي ضرب حد ولا خد رشوه ولا عمل. نعم، ولكن مش معنى كده ان هو يرتشي ويقول انا هتوضى. اهم حاجه النقطه دي يا استاذ سمير. أيوة. عايزين نقول لما بنفتح باب امل مش بنفتح باب استهتار واستهانه بمعاصي الله سبحانه وتعالى. صحيح. لان في ناس يجي يقول لك ايه خلاص بقى طالما يبقى انا ايه هروح بقى وانا ربنا يغفر لي خلاص. لا، انت تضحك على مين؟ صحيح. الله يعلم ما في قلبك. صحيح. لازم نيتك تبقى نيه صادقه للتوبه وربنا بيغفر لك وبيرحمك اهو حتى لا تعود، مش عشان ترجع وتقول هرجع تاني. هو لما بيتمضمض لازم يبقى يكون عاقد العزم اللي انا مش هرجع للمعصيه دي تاني. احسنتي، نيه التوبه وصدق التوبه. صحيح. هي ربنا قال يا ايها الذين توبوا الى الله توبه نصوحا. صحيح. هي دي التوبه النصوحه. صحيح. طيب مضمضنا والاستنشاق والايه والاستنثار. هناخد بس مكالمه ونرجع نكمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن بس حضرتك توطي صوت التلفزيون شوية؟ اوكي يا فندم. اتفضل. حضرتك أنا بس كملني ابني دكتور سنان، فكان مرة بيقول لي على إن في الوضوء ما نستعمل الصباع في دعك اللثة، ده مفيد جدا جدا في تنشيط الدورة الدموية في اللثة. ويعني قال لي يعني إن لو واحد بس هنقعد ثلاث مرات في خمس صلوات مجرد التدليك بتاع اللثه ده بالصباع ده مفيد جدا جدا جدا. تمام، حبيت اضيف الاضافه دي بس. ربنا يكرمك ويبارك فيك ويبارك لك فيها يا رب. شكرا جزيلا. يعني كانه بينشط الدوره الدمويه زي المسواك. زي المسواك. هو المسواك هو المسواك. هو بيقول صباعه بل بالعكس هو بيبقى على صباع المسواك بقى. فهو فعلا هذه النبي جميل، سنه النبي جميله صلى الله عليه وسلم. يعني طيب. يعني النبي كان ماسك سواك وهو يعني في عند موته كان ماسك السواك، وامنا عائشه كانت بتغسل يعني بريقها يعني صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع بقى. ايوه، هو استنشق واستنثر. تمام، بعد كده ايوه الوجه، يبقى خد الجزء ده خد الجزء ده، بعد كده ايه الوجه. الوجه بقى عشان في كلام منين لفين يغسل وشه، وفي ناس بتعمل كده. نعم. وفي ناس بتعمل كده. هو قالوا ان حدود فاحنا عايزين بس الناس ما بتعملش كده يبقوا عارفين حدودهم فين. نعم. وحدود الوجه من منبت الشعر الى اسفل الذقن، ومن شحمه الاذن هنا لحد شحمه الاذن. يعني بيغسل كده كده اهو. تمام ويغسل كده. طيب سلسة. برضو طبعا تسليس سنه. يغسل ايه ثلاثه سنه. وانا برضو عايز اقول حاجه، ما دمت انا قادر على ان انا اتي بالسنه ما كسلتش فيها. صحيح. سواء بقى التسليس في الوضوء او سنه عشاء او سنه الظهر او صيام او صدق، اي سنه قادر عليها ما تسيبهاش. صح. ليه؟ لان انت ممكن تيجي في وقت تعجز عنها. ويوم القيامه استاذ امير الواحد في الميزان في كفتين، صح؟ صحيح. كفه حسنات كفه سيئات. والنبي علمنا من اصحاب الاعراف من استوت حسناتهم بسيئاتهم. صحيح. لو حسنه واحده ربما يرجح بها ايه كفه الحسنات. صحيح. طب ملايين الحسنات بنفرط فيها ليه؟ صح. فما يجيش واحد خلاص انا اعمل مره وايه وكسل واجري. لا، ما دمت قادرا على ان تاتي بالسنه فلتاتي بها. لسه برضه هقول لحضرتك تاني عشان لسه مش محب. هو أيوة. لسه مش محب. نعم. هو لو محب احسنت هيعمل. لو هي الثلاثه كانت 10 هيعملها 10. احسنت. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعلا احسنت والله. طيب معنا مكالمه. طيب ماشي حاضر. السلام عليكم. وبركاته. حاجه زينب. ايوه ممكن اكلم الدكتور لو سمحتي؟ طبعا اتفضلي. ايوه يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. بقول لحضرتك يا دكتور، انا مثلا باجي اتوضى لصلاه الظهر. نعم. بفضل على وضوي لحد ما اصلي العشاء، جايز وضوي ولا اتوضى في كل ركعه ولا اعمل ايه يعني؟ طب انت ما بتبقيش حابسه
لا ما عندي، ببقى حاسه ان انا عندي عايز اخش الحمام بقوم افك وضوئي، طبعا ما فيش خلاص. تمام حاضر. شكرا جزيلا يا حبيبي. في حد تاني يا جماعه؟ طيب معنا حد تاني. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام علي اتفضلي يا حبيبتي. ايوه السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ اتفضلي. ازيك يا ست الكل؟ عامله ايه؟ ربنا يكرمك. اتفضلي حضرتك. الله يبارك لك يا رب. اللهم امين. بعد اذنك اكلم بس الشيخ. طبعا اتفضلي. السلام عليكم يا سيدي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اول هستاذنك بس توطي صوت التلفزيون. قولي يا حبيبتي اتفضلي. بعد اذنك بس انا لو سمحتي عايز اسال الشيخ، انا بصلي، انا كنت متاخره في الصلاه ما بصليش على طول، فلما حصل لي الكرب ده صليت وقربت من ربنا. انا ما بقعد طول الليل بتمرن عشان اقيم الليل واصلي واعبد ربنا عشان يفك كربي. فانا بصلي بفطر في الوقت ده من الساعه من بعد العشاء لحد الساعه 4 بفضل اذكر اقول التسبيح واصلي على الحبيب واستغفر وبعمل اللي بقدر عليه، وبقوم الساعه 4 اصلي. هل ينفع اصلي صلاه من اللي عدتني؟ اصلي يعني قبل ما اصلي السنه، يعني انا هصلي مثلا الفجر، قبل ما اصلي الفجر سنه الفجر والفجر اصلي ركعتين من اللي كانوا عليا ولا لا؟ طب يا حبيبتي اسمعينا، شكرا جزيلا، ربنا يفك كربك يا رب ويجعل لك من امرك فرج ومخرج يا رب ان شاء الله. السلام عليكم. بقالنا كام حلقه بس؟ ايوه صح. السلام عليكم استاذ نصر. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يسأل للدكتور حضرتك، الازهر منشوب بقاله اكثر من 1000 سنه، وانا انسان مسلم وخمس اسر، انا واخواتي خمس اسر متحطمين بالسحر، وما فيش قانون في مصر ضد السحر، ومذكور في القران السحر، واكثر من 50% من حالات الطلقات في مصر سببها السحر، 60% من العنوسه سببها السحر. طب انت بص يا اخي، امراض نفسيه سببها السحر، وانا معايا الادله موثقه بكل شيء. يا والازهر عاوزين، انا معايا ادله كل شيء موثق. طب حضرتك عايز ايه؟ طيب قول لي السؤال ايه؟ السؤال الازهر سايب المسلم في مصر فريسه للسحر، احنا خمس اسر متحطمين، لا شرطه قادره على السحر. طب انت عايز الازهر يعمل ايه؟ طيب قول لي عايز الازهر يعمل ايه؟ زي ما ربنا كتب في القران، زي كان في السعوديه اي سحر بيتعمل بيتعدم. طب الازهر ماله؟ مال طيب اسمعنا، شكرا جزيلا. طيب معلش يا شيخ. السلام عليكم. معانا مين يا جماعه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا ممكن اكلم الشيخ؟ اه طبعا. اتفضل مع حضرتك، اتفضل. الله بنحبك في الله يا شيخ. احبك الله الذي احتني فيه، ربنا يحفظك. بسالك الدعاء بصراحه يا شيخ. ربنا يصلح حالك ويبارك لك ويسترك ويرضيك ويرضى عنا وعنك يا رب العالمين. اللهم امين. طيب احنا هنرد عليهم سريعا عشان نكمل. في الحاجه قالت انا دلوقتي بصلي الظهر ومثلا وبقعد لغايه صلاه ثانيه. نفس الوضوء. نفس الوضوء. جائز، لا شيء في ذلك. بدل ما عملتش نعم. اي حاجه. اهم حاجه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا صلاه لمن يدافعه الاخبثين. الايه؟ البول والغائط. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش الواحد يصلي وهو يحبسه ايه؟ البول او الغائط. طيب هنا لا صلاه، طب لو واحد صلى وهو محتقن. هل صلاته تبقى باطله لظاهر هذا الحديث؟ طبعا مش صلاته، هو المعنى لا صلاه كامله الاجر. صحيح. لا صلاه كامله الاجر، لكن الذي يصلي وهو محتقن يعني هذا لا يدرك ابدا الخشوع. لا يدرك الخشوع، صلى وكانه لم يصل حتى وان اسقط الفريضه. يعني يدخل الحمام وبعد كده لكن ما دامت ان هي ما فيش مشكله فجائز ولا شيء في ذلك. وبدل اعتقد ما سمعش صوت ولا حصل، ما سمعش صوت او شم رائحه يبقى خلاص. ده بالنسبه اللي بيشك هل نقض وضوءه ولا لا. حضرتك تقول لنا بالتفصيل ان شاء الله. طيب في بقى الحاجه
زينب اعتقد بتقول اللي هي بتوع الاخت اللي كان عندها المساله اللي هي كان عندها ضائقه وهي بتقول انا بقعد لغايه صلاه الفجر ينفع اصلي اللي كان عليا؟ حكم الصلاه الفائته يمكن سئلنا قبل كده مره السؤال ده ولكن لم ندرك الاجابه عليه فالحمد لله ان ربنا لان الواحد كان شايل هم ان ان ما لحقناش يعني حقكم الوقت علينا والله يعني غصب عننا الوقت نعم فهو ده في رايين من اهل العلم في راي قال ان الانسان يقدر الاوقات اللي هي فاتته ويصلي مع كل فريضه فريضه يصلي ظهر مع ظهر عصر مع عصر وهكذا حتى يقضي ما عليه. تمام. الرأي الثاني قال انه يكسر من النوافل. يكسر من السنن وانا اميل الى هذا الرأي لان فيه من التيسير والسعه. فيعني ادعو لهذه الاخت اسال الله ان يفرج كربها وان ييسر امرها وان يجعل امرها سهلا ميسورا يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين هي وكل المسلمين يا رب. امين يا رب العالمين. طيب استاذ ناصر طبعا اللي بيتكلم عن السحر وكده ماشي ممكن اقول له حاجه اولا يعني انا بس ممكن اقول حاجه اتفضل هو مصر كلها لما بيحصل لها اي مشكله يعني معظم مصر انا اسفه يعني انا بعمم بس يقول لك انا حد سحبني. احسنتي 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 انا كنت زمان كده عامل برنامج اسمه الكبائر واتكلمت عن كبيرة السحر اربع حلقات فمن ضمن الحاجات اللي قلتها يا اخوانا الجن ليس الها من دون الله مش معنى ان السحر مذكور في القران يبقى حصل ضيق في رزقه يبقى الجن الواحدة تأخرت في الزواج يبقى الجن واحدة تأخرت في الخلفة الجن الجن ليس إلها من دون الله عز وجل وأنا بقول للأخ ده لو بقول أنا خمس أسر لا المؤمن يرقي نفسه أو يجد من يرقيه ويشفى بإذن الله عز وجل الأزهر علماء الأزهر يقرؤون ويرقون ويعلمون الناس فمش معنى كده الجن أصبح شماعة الناس بيعلقوا عليها مشاكلهم واخطائهم يعني بدل ما كيد الشيطان بيبقى ضعيف انتوا بتخلوا كيد الشيطان قوي احسنتي وانا دايما بقول كده ليه اقول ما بقولها ان الشيطان يقوى بضعفك ويضعف بقوتك صحيح كل ما يقوى ايمانك يضعف الشيطان صحيح. كل ما يضعف ايمانك يقوى الشيطان عليك صحيح طيب نرجع تاني بقى للوضوء نعم احنا خلاص غسلنا الوجه بس خلي بالك بقى احنا بنغسل الوجه ربنا برضه سبحانه وتعالى بيغفر لنا ذنوب الوجه ايوه احنا قلنا اللسان والعين النظره اللي مش كويسه أيوة. النظره الحرام او مثلا اللي فيها كبر او فيها استعلاء صحيح الله سبحانه وتعالى رحيم وكريم وعظيم والله والله لو تركنا الله لانفسنا لهلكنا صحيح وما كانش هينفعنا لعبادة ولا طاعة لكن أراد الله أن يغفر لنا رغم أنفنا رغم أنفنا سبحانه وتعالى يبقى هنا أنا بغسل وجهي يعني نحتسب أن الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوب الوجه طيب بعد كده بنعمل إيه نغسل الإيد ونبدأ طبعا بالميامن نغسل الإيه الإيد اليوم حتى الإيه حتى المرفقين ومن زاد بقى فمن اراد ان يطيل غرته فالايه فليفعل مش قلنا من علامات سنه علامات هذه الامه ان هم النبي يقول ياتي يوم القيامه غرا محجرين من اثار الوضوء والغره هي بياض كان بيبقى في جبهه الايه الخيل والمحجرين بياض بس في الايه في الارجل وفي الايد يعني هنيجي كده منورين يوم القيامه من جبهتنا تخيلوا المشهد ده بقى تخيلوا المشهد الجميل ده الله عز وجل يقول ايه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير نورهم يسعى ربنا اجعلنا منهم يا رب اللهم يا رب اجعلنا منهم يا رب العالمين واغفر لنا خطأنا وجدنا وهدنا ولا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين يبقى هنا من استطاع أن يطيل غرات عايز تزود شوية زود يا سيدي زود بس ما تسرفش في الماء يعني انا اؤكد على هذا الامر شويه ميه صغيره اللي بيفتح انا في يفتحها على قده
مش لازم الحلويات تبقى الميه نازله كده كاني بحر نازل. يعني ده كان مدخل من مداخل الشيطان، هو عايزك تصرف في الماء لان الاسراف في الماء ده خطير يعني. بعض الناس يا استاذ لا تبالي، هو مش في دماغه. لا خلي بالك هتحاسب امام الله سبحانه وتعالى. طيب هو غسل لغايه الكوع وغسل اليد الشمال. تمام. بعد كده جينا لايه؟ للراس والاذن. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمسح الاذن الراس ازاي؟ يمسح راسه كده ويجيبها تاني كده، بيشبك ايديه كده وكده، وفي روايه غير التشبيك يعني كده، ويردها تاني مره واحده. مره واحده ال 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 الراس والاذن لا تسليس فيهما. غسل ولا مسح؟ يعني مسح. مسح لا مسح يعني بيعمل الميه كده يعني بياخد الميه الميه طبعا. ما هو المسح اللي هو في ناس بتجيب الميه واحنا بس عشان لا تمام. لا المسح غير الغسل. لا هذا مسح فقط. ماشي يجيب ميه يعملها كده او عايز مش عايز يعمل كده ماشي، ما هو برضو مسح يعني، ما بقي في ايده ده مسح عشان يعمل كده ويرجع تاني كده. طب واحد مش عايز يجزئ بعض الشعر، يجزئ يعني يجوز لو عمل بعض الايه بعض واحده مثلا في مكان وعايزه تمسح حته من تحت الطرحه جاهز مفيش مشكله. طيب. تمام كده. طيب هو مسح، نيه المسح بقى على الراس ايه؟ نيه المسح الراس بقى ان ربنا ينور له بصيرته. صحيح. ويخلي كل افكار غير طيبه وغير حميده من الراس، يعمل لها تخليه، يمسح عليها بالبركة والطهر والعفاف والنقاء بالفهم والوعي. كل ده والله كل ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. ونعم بالليل عليه يعني بس. ففهمها سليمان، ربنا بيفهم. والنبي بيقول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صحيح. من يرد الله يعني ربنا هو اللي بيريد سبحانه وتعالى يفهمه. الفهم ده مهم جدا. يبقى ادي النيه الايه؟ يعني يا رب يعني افهم ويبقى حياتي كويسه وابعد عني الشيطان وهكذا. نعم. الاذن بقى مسح الاذن طبعا السبابه بتبقى في في في, في باطن الايه؟ الاذن. والابهام في ايه؟ في ظهر الاذن برضو مره واحده. تمام. كده اهو وكده اهو. مسح. تمام؟ طبعا اذن الانسان لا يقبل ان يسمع إلا الحق، إلا الصدق. صحيح. إلا الخير، إلا المعروف. ودنك دي مش نعمة ما تستخدمهاش إلا فيما يرضي الله. مش بقى زي دلوقتي إلا من رحم ربي يعني، يجي يقول له خبر، الخبر ده يفضل في ودني ينشره للناس كلها وبيزود عليه. يا ربي لا، ده هو بيحبش يعني، بدل ما يستر لو في حاجه فيها ستر لا، ده احنا بنحب التحابيش في الاكل وفي الكلام كمان. دي حقيقه. مش في الاكل بس. فبالتالي يبقى هنا انت الجريحه دي تسال عنها. ان صحيح. السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. يبقى هنا الاذن لا تقبل ان تسمع بهما الا الخير، الحق، المعروف، إلا ما كان في مرضات الله عز وجل. طيب. أنا حد جالي وبيقول لي حاجة أنا ما كنتش عايز أسمعها بس هو جالي قال لي، أنا أعمل إيه؟ أقول له يسكت؟ طب أقول لحضرتك حاجة. الله سبحانه وتعالى جعل خيرية هذه الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صحيح. تخيلي. صحيح. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه يا رب؟ خير أمة ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صحيح. فلا خير في هذه الأمة إن لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. بنأمر بلطف، برفق، بحب، برحمة، بكل حاجة. صحيح. إنما نسكت لا، نسكت لا. فواحد سمعناه بيغتاب أو بنم أو بيجرح، ابتسامة لطيفة كده، لا يا أخي بس إحنا مش ناقصين ذنوب، ربنا يغفر لنا ولا ربنا يسامح وسامح. انما بقى يا استاذه اميره واحد اتكسف او اتحرج او بيضحك ويجامل او بيضحك ويجامل. صحيح. مشارك في الاسم. مشارك في الايه؟ في الاسم. ازود شويه
النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من راى منكم منكرا فالايه؟ فليغلب بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. العلماء قالوا ايه في التغيير بالقلب؟ صحيح. عشان واحد ممكن انا غيرت بقلبي هعمل ايه؟ لا انت مش فاهم. قال العلماء في التغيير بالقلب: ان لم يزل المنكر فزل انت. صحيح. فعش تبقى مع المنكر وتقول انا غيرت بقلبي؟ لا. صح. انت مش قادر بلسانك، مش قادر بايدك، بقلبك ماشي، يبقى امشي وسيب المكان. صح. لا تبقى مع المنكر، لا تبقى، حتى اذا نزل السخط فلا ياخذك معهم. واللي يتكلم احنا كلنا رايحين لربنا بمفردنا، هنقف قدامه فرادى. الحديث انا مره وانا في اولى اصول دين يا استاذ امينه كنت في محطه اتوبيس هنركب الاتوبيس، وكان صديق زميل واقف من قال حديث عجبني جدا، طلعت كراسه وكتبته حتى الان فاكره. حضرتك فكرتني بيه. حديث قدسي يقول الله عز وجل: من ارضى الناس في سخطي سخطت عليه واسخطت عليه الناس. طيب وان اسخط الناس في رضاي، ممكن الناس تزعل بس في رضا ربنا سبحانه وتعالى. رضيت عنه وارضيت عنه الناس. يبقى إذا الله أولى، الله أعظم، الله أكبر. صح. نعم بالله العلي العظيم. سبحانه وتعالى. طيب هو خلاص خلص الأذن، مسح الأذن. العنق ما بنجيش جنب، ما فيهاش أي كلام. لا ما فيهاش، هو عايز هو يطول ما، بس هي ما فيهاش حاجة يعني. طيب. يعني واحد عمل ما فيش مشكلة، بس هو ما فيهاش هدية. طيب آخر حاجة بقى الرجل. الرجل بقى شو احنا بنقول ان الميه تبقى، لا نزود الميه شويه في الرجل. انا رايت العلماء كذلك. تمام. رايت من اساتذتي العلماء الكبار، كنت اراقبهم في الوضوء، عند غسل الرجل يزود الميه شويه. لان الميه بتحتاج اكثر مكان، يمكن في الرجل دي تبقى عرق، وممكن يبقى في بين الاصابع بعض الاتساخ. يبقى هنا نزود الميه شويه في الرجل، وايه ونهتم بغسيل الرجل شويه. ليه؟ لامرين. الامر الاول في اللي انا ذكرته، لان الرجل ممكن نزول. الامر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم كان مره في غزوه من الغزوات اسمها ايه، غزوه بني المصطلق او المريسيع، عشان عند بئر اسمه المريسيع. فالغزوه دي اصحابه مشوا فيها كتير قوي، لحد ما النعال اتقطعت، فكانوا رابطين خرق على رجليهم عشان مش قادرين يمشوا. فلما وصلوا البئر ده جم بيتوضوا، فطبعا بقى تعبانين ورجليهم فكانوا يعني البعض كان يتكاسل في غسل عقب الرجل. ما انا جبت السبب عشان الناس تبقى عارفه. أيوه. الصحابه مش، لا ده كانوا مشوا اميال والنعال اتقطعت ورجليهم اتجرقت، موضوع يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف كده، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان هم في حال ايه، بس يخشى على من بعدهم. صحيح. يخشى على ذريتهم، يخشى على الاجيال الجديده. فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للاعقاب من النار. لما النبي بيتكاسل في غسيل الايه، الميه ما بتوصلش للعقب، مؤخره الايه، القدم اللي احنا بنقول على الكعب. ايوه هو ده العقب. تمام كده. فالنبي قال ثلاث مرات: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. يا خبر ابيض، ده بيسموه وعيد. يعني خلي بالك، النبي بيعلمنا ان الامر طالما يخص عباده، والعباده تخص الله، ما ينفعش نتكسل فيها. صحيح. ما ينفعش نتكسل فيها. طيب يعني الرجل بيغسلها عشان بس الناس ما بتعرفش. أيوة. الكعب ده شك يعني، الكعب مش الكعب بس من تحت، لا بالعظمتين اللي هو، ما هو ده الكعب. العظمتين ده هو الكعب، انما ده العقب. الكعب بقى اللي هو تحت. ايوه بالظبط. الناس فاكره العقب هو الكعب. معلش احنا هنمثلها هنا كده. طيب ده الكعب اهو، في عظمتين هنا. الكعب فين؟ الكعب تحت. تحت اهو، تحت من ورا. من ورا. في عظمتين، واحده كده وواحده زي دي هنا. اللي هو بارز ده، الحتتين اللي بارزين دول، ده كله الكعب. ايوه طبعا. طبعا عشان الناس بتفتكر الكعب هي الحته. لا لا لا. اه لا.
تمام كده؟ تمام. الناس فهمت الحمد لله. ايه نغسل، نهتم بايه؟ بغسيل القدم وغسل كويس، ونخلل الاصابع القدمين. ايوه، تخليل الاصابع والعقب. يمكن يعني زي ما بقول لك انا ليه ما لقيت العلماء بيزودوا لحاجتين، عشان هي ممكن تسخبي يبقى فيها اكثر. صحيح. والامر الثاني تعبدي، لان صحيح. النبي فيه وعيد فبخاف. صحيح. يعني احنا وقتنا انتهى، ما اعرفش الحلقه بتمر بسرعه كده ازاي، سبحان الله ربنا بيبارك. بس عايزين حضرتك تقول لنا خطوات الوضوء كده سريعا للناس، عشان ايه نعرفها كامله على سنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نقولها ثاني يعني؟ اه. طيب، يبقى النيه، بسم الله، هنغسل الايدين 3 مرات وتخليل الاصابع، وبعد كده المضمضه والاستنشاق والاستنصار، ولو بغرفه واحده النبي عمل كده، وجميل واسرع وسنه. تمام كده. بعد كده الوجه بقى، الوجه قلنا الوجه من هنا هو منبت الشعر لشحمه الاذن، والحد هنا من اسفل الذقن وشحمتي الاذن. هنا هنا هو مش تحت هنا الرقبه. هنا. لا هنا مؤخره اخر حته دي. تمام. ولو في لحيه يخللها طبعا، يخلل، ما قلناش انا تخليل اللحيه. وبرده في حاجه سريعه كده برده، لو نسي فرض من الفرائض بعد الوضوء ما عادش الوضوء تاني. لا، ممكن بالبلل يعمله. بالبلل يعمله. يعني سيدنا عمر عمل كده رضي الله عنه وارضاه. تمام كده. قلنا الوجه، بعد كده الايد اليمين لحد المرفق ثلاثا، والشمال ثلاثا، وبعد كده الرأس السنة ياخدها كده ويرجعها تاني، وبعد كده الأذن، السبابة في باطن الأذن من جوه من الإفها بالراحة طبعا برفق، والإبهام من ورا. تمام كده. وبعد كده ينزل على الرجل، زي ما قلنا برضو تخليل الأصابع، ويهتم بغسل الرجل شوية، يزود الماء شوية فيها، ويقفل على طول بعد الإيه والترتيب والموالاة. يعني مش واحد بقى يتكلم يروح يحكي مع واحد ويرجع، لا، الترتيب والمولاه دي ده مهم جدا في الايه المولاه ان هم ان شاء الله الحلقه الجايه عن المولاه، وبقى يعني انتقادات الوضوء ونقدر فضائل الوضوء. فضائل الوضوء واحده واحده ان شاء الله. ان شاء الله. هي الحلقه خلصت سريعا باطيب كلام مع حضرتك. ربنا يبارك فيك ويحفظك. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. ربنا يحفظك. كان معانا شيخنا اجريده الشيخ احمد الجهيني من علماء الازهر الشريف. وفي اخر حلقه كده عايزه اقول لكم، يعني ربنا عز وجل رحيم بينا قوي وبيحبنا قوي قوي، فاحنا عايزين نقابل المحبه بمحبه. من حبه ليك حضرك للقاء، انت رايح تقابل الملك، فاداك كده ترتيب للوضوء، تغسل ايدك وشك راسك ايدك لغايه كوعك رجلك جوارحك كلها اتغسلت، مش بس عشان تتغسل، عشان الذنوب تنزل، فتروح له طاهر بدن وطاهر قلب. يا رب انا جيت لك وانا طاهر، فانت بطهورك ده بتقول دعاء بعد الوضوء، ابواب الجنه الثمانيه بتتفتح لك، ادخل فيها زي ما انت عاوز. بتقول ايه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وفي رواية أخرى غفرانك غفرانك غفرانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. دعيت ربنا أبواب الجنة الثمانية اتفتحت لك. لو ربنا أردت تروح له في الوقت ده إن شاء الله مغفور ذنبك وإنت في الجنة. شوف ربنا بيحبك قد ايه. ربنا اراد تكمل صلاتك، انت واقف وانت كلك طاهر وقلبك طاهر، ربنا بيقول لك ادعي وانا استجب لك. عايز ايه اكتر من كده؟ انت في حضرة الملك وبيقول لك اطلب وانا هستجب لك. تخلص صلاة، السلام عليكم السلام عليكم، معاك الملائكة من الحفظة بيستغفروا لك طول ما انت متودي، طول ما انت متودي بيستغفر. يعني حتى لو جه ميعاد الوفاة انت طاهر البدن طاهر القلب مأدي فرائضك كلها، وفي ملك بيستغفر لك، وان شاء الله جنة ربنا هي المأوى.
يعني يا رب يا رب نكون من أصحاب الجنة، ونكون كده رايحين لسيدنا النبي منورين. زي ما قال سيدنا النبي: يأتي قوم من أمتي كلهم نور. يعني إحنا بنشع نور من رأسنا ومن رجلينا ومن إيدينا من أثر الوضوء. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. أشوفكم الحلقة الجاية على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحسنت.